سلامة، مساء الخير عليكم خياتي. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وملاح. جيت نطلع عليكم هذه المره، راح نجيب لكم وصفه تحبوها كامل كيما راكم. كاين اللي ينجحوها وكاين للان مازالهم يخافوها. دونك اليوم حبيت نهدي لكم اتولي، يعني ورشه مجانيه على المقروط العاصمي باللوز، المقروط المقلي بكل اسراره خياتي، بكل اسراره. ما كانش كيفاش راح تتبعي معايا الفيديو وما تنجحيش فيه، راح نقول لكم كل شيء. دونك نتوما اعملوا لي بارطاج ونبداو على بركه الله باش نعملوا احلى مقروط. بسم الله. واش عندي هنايا؟ راح نهضر لكم على الناس تاع فرنسا السميد اللي لازم تستعملوه، والناس تاع الجزائر باينه السميد تاع المقروط. دونك اللي يقول سميد يقول كيلا خياتي، لازم نكيلو. دونك ندي كيلا ونص تاع السميد. نو كيلا اسنا ولا لا، كيلا بومبي. بومبي خياتي، شتوك شاني قبلت فيها بيان بومبي. عسلامة، مرحبا. انا جربت مقروطك عندي شحال جهايل، بصح بصحتك حنونة. اهلين غويا العزيزة. غويا ديري بارطاج ودخلي حنونة غويا وبريق الامل اللي راهي معايا. دونك الكيلة الاولى راني رايحة نصف فيها هنايا سميد. تستعملوا سميد تاع المقروط، انا هنا في فرنسا كوم سميد الشيشة صعيب باش نلقاوها. دونك نستعمل كيلة ونص من سميد الرطب الموايا، سميد المتوسط، وكيلة ونص من سميد الخشين. دونك هذه كيلة، راني رايحة نزيد النص ديالها. شوفوا النص باش نكملو نجيب سميد تاعي الخشين. دونك هي 3 كيلات بومبي تاع لا سولمول يا خي. في الجزائر انا استعملت ماما، عجبني السميد تاع ماما، خدمت به المقروط هذه المره جهايل. دونك نتوما شريو السميد تاع المقروط وديروا 3 كيلات مقببين ماشي ممسوحين، ولا خفتي ديري 4 كيلات ممسوحين. اوكي خياتي، نجي نعمرها. دونك هذه نصها تاع المتوسط، راح نكملوها على شتوك شاني نفلت فيها. ما تصفيهوش، انا اللي نصفي فيه على جال السميد المتوسط اللي كان عندي، كان شويه بدا يدير لي في الخيط باسكو عنده شحال، على بالكم ما كنتش في الدار. دونك على هذيك صفيتو، سينو الخشين راهو مليح. يعطيكم الصحه على البارطاج خياتي. موالفه نخدم بلوغونار مليح. اسماء، وي وي انا استعملت لوغونار هنايا، بصح لو كان ديري لوغونار خشين وحده سي ترو، يجي المقروط تاعك يتغزغز كيما نقولوا، تحسي شغل رميله. شتو الخشين ما حبش يحبط لي. ولو كان تستعملوا المتوسط وحده نو يجي رطب، على بالكم المقروط. انا نعلمكم مقروط عاصمي على اصوله، يعني مقروط المرمل، يعني ترفدي حبه قبل ما تتعسل. كي ترفديها من المقله باش تحطيها في العسل لازم تكون خفيفه ريشه، ما حبش يخرج. يخرج لي هذاك باسكو خشين. دونك نكمل الكيله الثوازيام. دونك درنا جوج كيلات مقببين، فوالا وي تشوفو اكو تشوفو كشي مقبه. بسم الله، انا عندي سكري في المقروط، يعني بالك ما تكونوش جامي سمعتوه، الطريقه تاعي مخالفه في المقروط خياتي. ميرسي بور لي كور ديالكم. مساء الانوار فاطمه، دوك نقراكم بالوحده، استناو نافونسيو في الوصفه خياتي ونقرا. مساء النور والسرور، اليوم درت المقروط بالصحه ولهنا حنونه. دونك نجي نخلطهم، فهمتوني؟ الملح ملحوه، ما تشحوش في الملح سينو المقروط يجي صامط. ملحي حبيبتي، ملحي ملحي كاع ما تخافيش. السميد وين يكون السميد لازم يكون معنا الملح، هذايا الشرط نتاع البنه نتاع الحاجه تاع السميد، كسوا مقروط ولا مبرجه ولا متقبه ولا واش حبيتو. شتو راني ندير في الملح. تحبوا ديروا زوج مغارف سكر كيما تحبوا، انا ما نديرش السكر، راح ندير له زوج مغارف، ما تكثرش لافاني غير على الريحه. ما تحبوش ديروا لافاني ما ديروش لافاني، على بالي زمان ما يديرولوش لافاني. دونك هكذا يا جوج مغارف صغار تاع لافاني،
بصح انا نحب هذاك لوغو، مي انت لما تحبيش ما ديريش وردوا بالكم، حتى ولا تحبي لافاني ما تروحيش تكتري لافاني، باسكو على بالي ماشي حيصرا المقروط في المقله راح يحمر لك تمتم، باسكو لافاني فيها السكر. دونك انت تقولي يا حمر نحيه وهو مع الاخر كي تاكليه يقعد لك خضر. دونك في فيت تري اتونسيون ا سو بوين. هايليك. والطريقه المغيره ديالي باش تحبوا مقروط معسل وخفيف ومرمل تبعوني. هنا شوفوا واش عندي، عندي الكيله نتاعي تاع ليدان لازم تكون تغلي، ما نحطهاش خياتي بارده. الكيله نتاع ليدان انا هنايا استعملت شويه زبده وشويه نتاع السمن. تحبوا ديروا السمن وحده ديروا السمن وحده، يعني من زمان نعملوه بالسمن وحده، انا نحب نزيد له هذيك البنه نتاع الزبده، دونك نخلط له شويه تاع الزبده. شفتوا كيفاش راهي باش تفيقوا بلي عندي زبده؟ راكم تشوفوا هذا الفوقاني، هذا الابيض نتاع الزبده. ما تكسروش راسكم بزاف، نشوف لو سخون مليح او سخون. ماشي لازم زعما اون فا كلاريفي لو بور ولا نو، غير اللي يطلع هذاك شويه الفوقاني نجي نحيه هكذايا. هذايا شغل الحليب تاع الزبده هذيك، تبعوني مليح، مازال بزاف لي كونساي راني نسيي جو مو كونسونطرو ماكسيموم باش نكون معكم. ميرسي بوكو على البارطاج يا العزاز، يعطيكم الصحه ربي يفرح كل وحده يتعمل لي ان كور. واو السنايل واو كي نقلوه السنايل حنونه. دونك نجيب الكيله، توجور تستعملي الكيله اللي كيلتي بها السميد ديالك، ما تروحيش تجيبي لي واحده اخرى. نعمروها نخلو قيس صبع، شوفوا نعمرها هذاك نحطها هنايا باش ما تقلقنيش، جاي نحطها هنايا هذاك. شتو جي ليسي موان ان دوا ماشي لو كار، نجي نكملها بالزيت. ما تروحيش تفيديه، الا فيديتيه هنايا وفيديتي عليها بزاف راهي رايح المقروط تاعك ما يجيكش مليح وراح تحصلي فيها. كيله نعمرها بلا ما تفيد عليا، ونجي هو هكذاك سخون نفرخها فوق السميد تاعي. علاش يا ساميه درتي هكذايا؟ اكيد تقولي لي راح تبدعي سمسومه، كيفاش المقروط نديرو بلي دام سخون يتعجن؟ استناو دوك تشوفوا، استناو كاع ما تتقلقوش، اي مسخونه دوك تشوفوا. وعلاش هاد الوصفه مدتها لي وحده من القصبه، انسانه بالك دوكا في عمرها بالك راهي فاتت 100 سنه، باسكو على بالي بلي مازالها عايشه انسانه. كي تخدم لك الحلوه تاكلي حلوه تضربي روحك في روحك ما تاكليش حلوه كيما تاعها، عندها تمدلك لا روسيت بصح البنه نتاع يديها وحدها. دونك شفتوا واش درنا؟ عالسلامة ما شاء الله عليك، الله يسلمكم يعطيكم الصحة ومرحبا بكل وحدة جديدة. ياخي مغلوق هذا، يعني حس حاجة انورمال من اللور، ياخي راه مغلوق قلت لكم. مرحبا بكل وحدة جديدة معايا اليوم. هلا دونك هنا يا سيدتي الكريمة اختي العزيزة، ما تبديش تحكي في المقروط تاعك وتكسري في راسك وتحكمي حك 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 وكتفك يطيح وصحتك تطيح، والو خلطيه تبعيني خلطيه برك. ها قسم انا عرف باللي السميد دخل في ليدان، هكذا مكان باللي ليدان قاس لي كاع السميد هكذا، ومن بعد واش ندير؟ واش ندير له؟ نجي كيما راه نزيد له كاس تاع الماء زهر، كاس تاع الماء زهر. تبعوني كل حاجه نقول لكم علاش. كاس تاعي سا ديبون، هنايا عندي واحد زوج كيلو تاع السميده، راح ندير لهم كاس ونص كومان تاع الماء زهر. الماء زهر حنجي نفرغو هنايا باسكو سي بلو براتيك بور موا باش نرشو، باسكو راني رايحة نرشو كيما الطعام. بسم الله اونكور نزيد لو واحد النص، قلت لكم عندي ابوبخي زوج كيلو سميد، الا عندك موان ديري موان تاع الماء زهر. هاوليك علاش ندير دوكا الماء زهر؟ باسكو كاين اللي تبعوني الله يرضى عليكم ويكون عندكم الخاطر، انا نسيي نمدلكم يعني المعلومه بكل بساطه ونعطيها لكم.
دونك ما كاين فيس ما نقدرش نقطعهم. كاين اللي هكذا المقروط يروحوا يغطوه يا اخي، يغطوه ويخلوه يبات. نحي الصوت تاع التليفون جامي كش واحد يعيط ما يصاوناش. دونك كاين اللي هكذا يروحوا يغطوه يقول لك يبات الغدوه من داك السميد يشرب لي دم. كش منها اختي العزيزه، كش كاع منها حبه تاع سميد عمرها ما راح تشرب هذاك لي دم. يعني خمي غير معايا، حبه سميد لي دم من الفوق عليها كيفاش حيدخل لداخل؟ حبه سميد يابسه، دونك هذاك سميد هذاك لي دم راح يغلف الحبه وجامي يدخل فيها. دونك هذيك تاع السميد بيتي هو سيه هذيك الوصفه، يعني نحترم كل الوصفات بصح هذيك يعني انا كنت ثاني كنت نديرها مع الاول، مي واحد المره حصلت وما كفاتنيش لا كانت عندي كوموند وما كفاتنيش لا كونتيتي تاع المقروط. دونك قلت يا ربي كيفاش ندير، لازم يبات يا حاليا لازم يبات وانايا ما عنديش الوقت. دونك حرحبت وتمتم لقيت باللي جاني بالك خير من هذاك اللي بيتو. دونك ما نبيتوش، تبيتو الحاجه كي ديروا لها بوتيتغ شويه نتاع الماء، ترشوها بشويه نتاع الماء كيما قلب اللوز كيما باسكو ديجا فيه السكر، نقولوا باش يذوب السكر. مي المقروط ما تبيتيهش، رشيه هكذا راكي تشوفي كش راني ندير، افت ليه كيما الطعام، خفي يدك عليه ما تروحيش تخرج فيه زعافك، خفي يدك عليه حني عليه باش يمدلك ريزيتا شباب. صدقوني غير العجين يحس بكم، والله العظيم غير العجين يحس. هاوليك نجي نفتلو بلا عقل، وانا راني نفتل فيه لهذا وين جاو مانيش نقرا بصح الشو راكو تقولوا لي عاودي لا روسيت دوك نعاودها لكم كاع ما تقلقوش. نكمل هكذا باش ما تروحليش الفكره. وانتي راكي تواسي فيه تحسي بلي تقال في يدك هاد لا هاد لا فارس لا فارس العجينه تتقال. نروح بالعقل ونتاكد بلي المزهر راه يقيس في كامل السميد اللي عندي. نكمل لا كونتيتي هكذا. هنا كي ندير له هكذا المزهر، هذا السر من نجاح المقروط باش ما يتحلش معنا في المقله، وميم طون نخليو الوقت لهذاك السميد تاع وليدان يشربو. دوكا كي دخلنا الماء صح دوك ليدان راهو رايح يشرب السميد، راح يشرب ليدان هذاك السخونه السخون يغلي، لازم ما تقدريش تقيسيه بيدك ليدان اللي عملتيه. علاش؟ باش يجيك المقروط معسل تعسيله وحده برك، يعني راح نعسلو معاكم تعسيله وحده راح يجي معسل حتى لقلبو. هذه هي علاش نزلنا ليدان سخون، ما راح يجي معجن، ما راح يجي مكرفس، ما راح يجي مشنف، ما راح يبهدلكم، ما تخموش. والله غير الوصفه ما اعتمدتها، عطيتها لكم من قلبي، كنت ديجا درتها وكاين بزاف وصف اخوات نسياوها ودعاو لي بالخير. باسكو المقروط هو غاطو، نكمل هذيك لا كونتيتي تاعي سي بون. دوكا هاو تقال، تحسيه بلي تقال، شوفو شتو تقال بصح مازال مخصوص الماء، ماشي غير هذا حقو تاع الماء. دونك واش نجي ندير انايا، نغطيه نخليه غير نقولو واحد ربع ساعة. دوك نتوما هكذايا تغطوه تخلوه ما حتى لساعة، معليش ما تخلوش بزاف باسكو من بعد يتبركس، كي تخليه هكذا بزاف وتنسايه 3 سوايع 4 ولا راهو رايح يتبركس معاك، ومن بعد ماشي ما خسرش بصح تولي تخدمي روحك، تولي تعبي روحك، تولي تحليه وتواسيه تو. دونك لا لا ربع ساعه 20 دقيقه ساعه ونجي نطلع ليه. وراه طرشون هنايا نجو نديرو لا فارس مع بعضنا، قسم ما نديرو لا فارس هو يكون وجد. طرشوني خديتو درك نجو نعاودو لا غوسيت. عسلامة بكل وحدة جديدة، الله ينورك غويا تعيشي حبيبتي، يعطيك الصحة كيسة، يسلمك ويسلمك ويسلمك حنونة. 3 كيلات سميد بومبي ما بين متوسط وسميد خشين، وي سيهم كابا بصح للناس اللي راهم في الجزائر، فهنا في فرنسا الناس اللي هم في الجزائر ما يديروش كيما انايا متوسط وخشين، ردوا بالكم استعملوا لي الشيشة تاع المقروط يا خي. جيت نمسحو باش نواسي يديا، لقيت روحي واسيتو كومبليتمون. دركا نروحو نديرو لافارس ديالنا،
هنا المقاور تهضرنا عليه راهو يريح. ميرسي بور لي كور خياتي وعلى الدعم ديالكم اللي حفزني باش نزيد نخرج دي لايف ونعمل لكم كتر وكتر ان شاء الله بكل مصداقيه ومع كامل الاسرار. الله يبارك ديما منوره تعجبيني مريم، الله يسلمك حنونه ربي اللي شارك. دونك هنايا راكو تشوفوا هدايا انا راح نديرو باللوز. هذا اللوز خياتي العزاز كنت حمستو، انا ما نحبش مقروط بسميد باللوز بيض ماشي محمص، ما يعجبنيش. صح زمان كانوا يديروا هكذا مالينا، مي دركا لقينا كي نحمصوه يجينا اونكور بلو بون. دونك حمصوه لي. دونك انا درت 4 كيلات نتاع اللوز بكيله نتاع السكر، السكر تاع القهوه اللي حطيته ديجا، ولا حبيتو 3 كيلات نتاع اللوز بنص كيله نتاع السكر. ما تكتروش السكر، راح ندير له قرشه على قرشه، قرصه مليحه نتاع الملح. نخبي عليا هذا الملح صافون كملت به، قرصه ملح، ونجي نلمو بالماء زهر و البلون دوف. البلون دوف اللي نسيتو دوك نجيبو. علاش نديرو بياض البيض؟ خاطرش كاين بزاف خواتاتي منكم وانا كنت صرالي يطيح لنا كي نحطو المقروط اللي تخرج لنا لافارس على الطرف، هذاك يعني على جال البيض ما درناش فيها، على هذيك نعملو غير لو بلون دوف لافارس وماشي بزاف البلون دوف، باسكو لو كان لمو غير بلون بالبلون دوف لافارس حتكون متكوكه ثقيله شغل حتقل لي الحبه تاع المقروط. ندير شويه بلون دوف ونزيد له ما زهر. ما نديرش دهانه، ما كان له الدهان هنايا. الله يبارك عليك حنونه سمر الله يسلمك. نروح نجيب البيض ديالي تم تم ونجي. نحطو هنايا اللي شللتو، ندير ان بلون دوف ان بلون ديريكتومون هنايا، ان بلون يدمي هنا عملت. هنا عندي عندي واحد درت دو بلون دوك نقص لي حازلق لي دوك هنايا ننقص. قلكم معليش ما ننقصش باسكو مازال يسحق معايا الماء زهر سي با غراف. هنا عندي لا لا ماشي 590 نقولوا 600 غرام نتاع اللوز، عملت لهم ابو بري 140 غرام تاع السكر يعني 4 كيلات بكيله. وديروا لهم انا درت دو بلون هنايا باسكو لو بلون ديالي البيض تاعي يعني ازلق اليوم بلوس صغير ما عندي حاجه، وراكم تشوفوا مازال ما تلمش. نجي نلمو دوكا بالماء زهر. صح ردي بالك اختي العزيزه الا درتي هنا بزاف الماء زهر راهو رايح تاني يتحلك في المقله ماشي المقروطه، يعني اللوز راح يخرج لك من في المقله، ما لازمش نجريوه. نلمو بعقلي حبيبه. حبيت نسقسيك المقروط ينجح بصح كي نعسلو يتشرب وعلى غدوه ناشف؟ ديري الطريقه ديالي، ديري ليدام ديالك سخون غلي لي هذاك ليدام ورجعي لي الخضر. لي كير يفرحوا القلوب هذو اللي نشوف فيهم هكذا يطلعوا. يعطيكم الصحه على لي جام اللي راكم تعملوهم ولي كير. نزيد شويه برك بالك لا يغلبني، راني بالعاني درت كلش قدامكم، كنت قادره هدايا نوجدو وحدي ونحطو حلابش، مي انايا جو بريفيري نعملو معاكم باش تشوفوا. انا شتو كيما راه هكذا شوفوه لي ها شتو، يعني نولي قيس ما نقدر باك ندير حربوش. شوفوا قيس ما نقدر ندير حربوش، ما كان له تجريوه بزاف. ها راهو طري بلا ما يتشقق، ماشي هذاك الطري كامل كامل. ما نديرش دهان خاطرش ما كان له دهان فرانشمون، انا ما نشوفش اليوتيليتي تاع الدهان هنايا باسكو هاد الكاطو راه رايح يتعسل. دونك سا سارا كوا الدهان، يعني راح يقعد قلبو توجور طري. الله يبارك مريم العزيزه ميرسي. سميا سيل تو بلي لا سمول ماما مويان و ايبيس. لا 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 سم كي ديري ماما تستعملي الخشين، كي ديري ماما ديري الخشين حنونه.
لا موين رقيقة. دونك هنايا باش تكونوا عندكم لا ميزون بلاس تخدموا خدمة شابة خياتي. واش دي الحبوش تاعك تاع اللوز؟ شوفوا كش راهو شباب، شفتوا؟ نحب ندير كلش قدامكم انايا، شوفوا ان شاء الله دوك نقلوه وما يتفشش عليا باسكو دي فوا المقروط تجي حالته ما تفهميش علاش. هلا حطيت الحبوش تاعي نوجدو هكذايا، نكملهم كامل ما كاش بزاف الحاصل، ونروح نولو للمقروط ديالنا. يعطيك الصحه فيروز، الله يسلمك. عندك قناه في اليوتيوب عيشة؟ وي قناه غير كيما فتحتها ديري ساميه للجيرواز. ساميه للجيرواز، انا لابسه الخضر وخمار كحل كيما هدايا، هذيك هي القناه تاعي. الحبوش ما ديروهش رقيق بزاف باسكو كوميم هدايا مقروط باللوز، دونك لازم نحسو شويه نتاع اللوز لداخل هكذا. وحد الريحه على بالكم باسكو اللوز ومحمص جديد، واحد الريحه يا خياتي. تقدروا هنايا تزيدوا شويه القرفه، اللي يحب القرفه يعني المقروط توالي معاه القرفه. انا برك ما نحبهاش، نحب القرفه غير في الماكله والطمينه، في الكاطو ما نحبهاش، لهذه اذواق خياتيه. يعني المقروط يجي مليح مليح مع القرفه للناس اللي يحبوها. فوالا نكمل انا ماشيه هكذا، قلت لكم ما ديروش حراب شرطاق بزاف، وانا درتو باللوز. ديريه بالتمر اختي العزيزه، ما تجيبيليش السبايه ساميه اللوز الغالي، كاين التمر يجي روعه بالتمر. هاد لا روسيت والله في خاطركم، ما عندي كوموند ما والو، قلت لكم ما رانيش ندي لي كوموند بور لو موا دو نوفمبر، حابه نستعفى شويه. فوالا ومن بعد ما يهمش هكذا طويل، ومن بعد نقص ونلعب به كيما نحب انايا، ليسونسييل نوجدو قدامي وراهو مليح. يعطيك الصحة أميرة الله يسلمك، تهبلي أم أسامة الله يعزك حنونة، والله غير ما كاش واحد حلو كيما نتوما هايلك. وكاين نعطيكم نصيحة واحدة أخرى، كاين ناس اللوز محمص وتقعد كي تعجن فيه زعما باش تلمو تقعد غير تعبز عليه تعبز عليه، التما واش راح يصرى؟ باسكو اللوز كي يتحمص على بالكم راح يخرج الزيت تاعو، تزيدي انتي تجي تعجني وتعجني الزيت كامل يخرج لك في يدك، ومن بعد لافارس قد ما ديري مزهر ما تتلملكش. هذه نصيحة نمدها لك، اعتمديها في لافارس كاع يعني تاع المقروط تاع الشارك تاع العرايش. دونك الا حمصتيه شويه امي وهكذا يا افتلي لي غير بصبعتك، كي تشوفيه بدا يتلم لميه، باسكو الا قعدتي تعجني تعجني هو محمص راح تخلصي له راح تخرجي الزيت وما يتلمش معاك. سي بون كملنا، نجو نغطوه. ونولو تو تسويت للمقروط ديالنا نخدموه. هذه ما نسحقوهاش نحيها عليا، هذا نرجع لبلاصتو ليا. بعد هنا دارت اللوز، ومن بعد تجي هنا دير الحرابش. كي ديري الحرابش هنا حبيبتي واش حيصرى؟ راهو لك هنايا راهو معمر باللوز، دونك المقروط تاعك راح يجيك منقط. لا لا هنا قبل ما تحان باسكو راح نخدم هنا المقروط، تجي نقي الحاله هذيا. نروح نولو للمقروط ديالي. ام اسامه الله يعزك حنونه،
والله صح نفس لا غوسيت وخطرات يتبهلل وي دي فوا المقروطه دي فوا يديرها بكم ما تفهموش علاه دي فوا يتفشش علينا. ام كمال الله يسترك حنونه مريم حبيبتي انتيا ما شاء الله راكي في القمه تربيه ودرافه واخلاق عاليه. الله يعلي شانك حنونه يعطيكم الصحه على كلامكم الراقي والرائع واللي يمثلكم حبايبي يعطيكم الصحه. دونك هذا هنا نتوما الا خليتوه بلوس كو موا سي انكور ميو ما كاش عندكم الوقت وكانوا الناس هكذا يتفرجوا فيكم حلوين كيما نتوما. هيا نبداو نخدمو بسم الله. اهلا فتنا كلش بالطبع ونقي الله يبارك عيشه محتمه. كي انا هاد لوغانيزاسيون كيفاش جاتني خياتي كي نخدم الحلوه مع الاول بديت نخدم كنت ما نلقاش روحي من بعد لا قلت نعطي كل حاجه اللي نديرها نخملها باش نسهل على روحي. شوفوا راكو تشوفوا شغل تحسوه يبس ماشي يبس شرب تحسوا باللي السميد تاعكم شرب هذاك الماء المزهر اللي عملناه له ديروا مزهر ساكوب هاو يتكوب اخياتي صح ولا غير انني نشوف فيه راهو يدير تقطع. ديروا دي لايك الله يرضى عليكم باش ما يتقطعناش بتاتر سي ان بروبليم دو كونيكسيون. تعرفي توالمي تفر تقري افتحي دوره قريب سوسو سي بور بيانتو ان شاء الله حلونه. الوغ انا غير نحل فيه ها نحل فيه دوك نجبدوا الهيكا. دوك شوفوا نعطي لكم استوس نتوما يعني الا خفتوا انا حندير عيني ميزاني الماء بصح نتوما الا خفتوا ما تعرفوش المقدار تاع الماء الكيله نتاعكم تاع اللي كيلتوها الاولى تاع السميد نورمالمون هذيك تعمروها ما هذيك اللي راهي رايحه نرشو بها مي نقصوا لها الحق تاع هذاك الكاس والنص تاع المزهر اللي درناه مع الاول يا اخي ماشي كيله تحسبوا وتزيدوا هذاك الكاس ويولي لنا تشختيخه راح يولي كسره ماشي مقروط. نشعل المقلة نتاعي هاني شعلت الزيت تاعي نجي نرجع هاد المقروط كامل للور ولا عندكم كونتيتي كبيره اقسمو اقسمي ما تشمكيش على مره اقسمي في جفنه واحده اخرى غطيه وبداي تخدمي. انايا راح ندير غير هكذايا بسم الله. اللي عندها اون كيسيون تكتبها لي. Tu es adorable, avec Saha, Amel, Rabbi Hafdak, Myriam, merci pour les étoiles, Habibti, merci beaucoup. La marache est très bien, Manu, Hindo, très bien, Alhamdoulilah. Manu, Antia, vous êtes bien à Wafia, vous êtes chère, parce qu'il aime l'oisafat, ou Hadi, les qui t'aiment عليها, les d'aide les filles de 27. Parce qu'il a fait tellement de gestes, les recettes, قالت لي دعيت لك والله حتى نسيت روحي والله ربي شهد على واش راني نقول هاي لك مانو هندو يعطيك الصحه حنونه ديما نحكي عليك. فوالا نجيب كونتيتي تاع المقروط نزيد شويه انايا ونجي نبلو. هنا استعملت غير الماء باسكو كنت ديجا درت المزهر مع الاول. هنايا كي تروحي تبلي ما تروحيش تعملي لي تشختيخه وتبداي تخلطي حنونه لا بداي تبلي بالعقل بالعقل باسكو هو قانونو تمدي له حقه تاع الماء بصح قانون واحد اخر حبيبتي تخدميه يعني مدي ديري شويه الماء وخدمي ساعفيه باش يمدلك البون ريزولتا. راني سكتو اليوم سكتو اليوم راني غير نساعف باسكو الا درها بيا نكوبي اللايف وما نزيدش نبان نو ولا غير نورمال خلي نورمالمون هكذا يجينا مقروط وعليه الكلام. شتيك شاني ندير راك تشوفك شاني ندير بيدي نخدمو يعني هنايا ما رانيش نعجن ما تخافوش هنا راني نلم فيه شوفوا الجست تاعي راني نلم نزيد شويه ونشوف نخدم ونشوف الا حسيتو ولا ما يتشققش معناتها سي بون دا حقو الا شفت بلي ما حبش يتلم نزيد له بشويه ها بلاكو بشويه باسكو دي فوا كاين مقروط ما يتحلش تقولوا اه شباب لا دي فوا ما يتحلش بصح متكوك لداخل لا تاكليه تحسي فيه كربابينه حنا نسحقوه ما يتحلش او ميم طون خفيف دونك الا حبيتوه شباب ما تشخشخوش بالماء هكذا. انا نخدم بيد وحده باسكو نحب نخلي وحده نقيه
مي هنايا اوبليجي ندخل يدي الدوزيام نزيد شويه. شفتوا واش راني نروح بشويه؟ اعطيلو وقتو. الا درتوه بالتمر ربي يوفقك ويوفقنا اجمعين. سامو هاكي توب مليكة، راني نسيق قد ما نقدر. حلونا والله نحب دعاوي الخير، الا سييتوها ونجحتوا فيها هذيك هي الفرحه تاعي. وما نحكي لكمش يا اخي، نقول ونعاود شحال متعوبين لي لايف. نو سيمون تخدمي كي تتجهدي وزيدي تهضري وتزيدي فاتحه لايف، يعني مي ربي يوفقنا وتنجحوا الوصفات ان شاء الله وتدعيوا لي. هذا واش نحب، باسكو الدنيا هذه فانيه، قد ما طلعنا قد ما نحبطوا قد ما من دوالو معانا، يعني قد ما ربحنا من الدنيا جوجيا ما راح ندوالو غير دعوه الخير. ما نقولكمش اني ملكه، مانيش ملكه خياتي، حتى انا عندي لي ديفو توعي، وحدي ما يكذب على واحد، كل واحد واش عنده لي ديفو، بصح نسيو قد ما نقدروا اوموا اقل شيء من ادي وش الناس. هذا ما كان دونك هاوليك شتو ماشي كيما كان مع الاول. دونك نجي نخدمو شويه، الا شفت باللي مازال يتشقق بعد ما نخدمو يتم نزيدلو شويه تاع الماء. شتو واش راني ندير؟ راني ندورو دوك، نخدم لكم في لو بلون دو طرافاي تشوفو تفهمو خير. هاهي بسم الله، ما قعدتش ما تتقلقوش، ما قعدتش نبداو نقليو خلاص، ونشوفو النتيجة نتاع المقروط تاعنا. بصح شوفو عباك ما فقتش انا روحي درت كيلة كبيرة، دبروا راسكم ونسوني ونسوني خلياتي قعدوا معايا. فوالا دركا نحس باللي راهي بدات تلم، وشوفوا لي الفرق. شوفوا هنا راهو شغل بدا يبيض، باغ كونطخ هدايا باين بلي راهو صفر ماشي مشمخ. شتو لا ديفيرونس؟ فوالا ارواحو دركا بسم الله نجو من الجهه الاخرى. سكون حطكم منا راني حنخدم، ما تشوفوش حنغطيكم بظهري. كني درت بكم دورة طويلة في كوزينتي. بسم الله، هذا العسيلة اللي حطيت دوكا، العسيلة نتاعي نحطها، العسيلة بالك وتسخنوها تدفى بركا، قسمة تحل روحها ما تحطهاش سخونة. انا اختار اشوفو كي في واحد لي فورماسيون اللي عملتهم، باسكو انا عملت بزاف مع بزاف ناس، درت دي فورماسيون دو غاتو على بالكم. كانوا قالوا لي في لا فورماسيون تعملي المقروط سخون والوليداء ولا سيليكون سخون، وانا كوم سيتي اون فورماسيون اي سيتي المره اللي قالتها لي يعني حلوه جيه، قلت هيا نتكل على ربي. فينالمون جا مقروط معجن خياتي، دونك هذيك تاع هو سخون وهذاك سخون ما ننصحكمش فيها. نحط هذه قدامي دوك نقول لكم علاش. نجبد كوبات هادو ما نخدمو بهم، هنا نسقمو روحنا وهنا اللحظات الحاسمه. هذه هي ما نسحقش ديكوراسيون دوكا، روحي عليا دوكا نسحق نجيب انا رايحه نقلي فيها هديه تتباع عند لي يبيعوا الكاطو، لا لي يبيعوا دوزان تاع الكاطو، سينو اون فريتوس نحيو لها هديه، ولا تحطوه ديريكتومون خياتي حطيه ديريكتومون، انا نحب هكذايا تجيني براتيك. نبداو على بركه الله. سميه درت المحوت الله يرضى عليك، درتي المحوت غويا بصحتك حنونه غويا بصحتك. دوك هنا نجي نشوف، نجي نشوف المقروط تاعي نعاود نخدمو. راكو تشوفو يا اخي اروحو بسم الله، راكو تشوفو مليح. نجي هنايا بعد هذه هي نعاود نخدمو، شوفو لي مليح الجست تاعي نحنا نعاودو نزير
ماشي راني غير نحط هكذايا والملاله، راني نزير باش نسيي ما يتحلش في المقله. هذايا ثاني سر من الاسرار، زيري على الحربوش تاعك، زيري مليح، زيري سورتو اليوم نخرج فيه زعافي لازم يجي يتحل. اليوم راني حنزيركم جامي، ومن بعد نعاود ندور ونعاود نجي نزيرو. هنا راهو يتشقق معايا بزاف، راني حاسه بلي لازم له شويه نتاع الماء. دوك نشوفو، دوك نحط نبل هكذايا ونجي غير نبل يدي ونزيد له الماء باش ما نكثرش عليا الماء. شوفوا المقروط ساهل بصح يحب الخاطر، تحبي تنجحيه ويجيك شباب تبعي كاع واش راني نقول لك، باسكو انا قادره نعمرو كاع بالماء ونحطو يتقلى ما يتحلش ونقول لكم ها، بصح من بعد يجي معجن. انا ما نتقلق من المقروط معجن، ما نقدرش ناكلو. الى غلبكم الحربوش معليش قسميه، قسميه هكذا وخدمي. نزيد نبل غير يديا، راني نبل في يدي ونزير نورمالمون سي بون. هكذايا اخلاص، نجي دوكا نحط له اللوز تاعو. هنا نزير نقول ونعاود، زيري اختي العزيزه، هيا بسم الله. نجي نحلو هكذا، شتو نرفد اللوز تاعي ولا التمر، نشوف خاص معليش نسرق الحربوش هذاك. راكو تشوفوا يا اخي راهو كلير، السهل الممتنع بوشغات اكزاكتومون. مقروط هو حلوه من السهل الممتنع. نفتح الباب تاع الكوزينه باسكو انا اللي حنتقلع اليوم ماشي هو. غلقت الطاقه باسكو ضربت الشميسه من قبيل، ما حبيتش على بالي تعميكم. ونغلق مليح هنا، وين غلقنا على اللوز نغلق مليح ونجي نلمو. راكو تشوفوا نجي نلمو، وهنا نسقم الحربوش نتاعي. هنا ثاني نعبز شويه، هنا ماشي بزاف ماشي كيما مع الاول. ها واش رايكم ننقشوا حبيبات؟ كاين المقروط المنقوش يجي بزاف شباب، واش رايكم ننقشوا شويه؟ اسحاق ولا يعطيك الصحه اختي العزيزه، يعطيك الصحه. على بالكم خطره كنت نخدم وكنت تعبانه عيانه وكانت عندي كونتيتي كبيره نتاع المقروط خياتي. كي نقول لكم نتاع الوحده تاع الصباح، من الوحده وانا نقلي حتى للعشره الحبات الاخرين، تما كنت حابه نتهنى حابه نكمل. واش درت خياتي؟ كي نقول لكم واحد 25 حبه قليتهم وجاو هايلين، بصح واش صرا؟ دوك تجي امي صرا خلي نفتح بعيني الباب. واش صرا خياتي في ميسكم واش صرا؟ ها بديت نبكي، بديت نبكي حصلنا داك النهار. واش صرا قولوا لي واش صرا؟ ها هو المقروط السناو، انا نحبو عالي. نجي نسقمو بالكوبات هادوك 25 حبة الاخرانيين اللي قليتهم بلا لوز بلا والو، كنت نحبش ونقلي نحبش ونقلي. هاي دونك قريب مرت هذاك النهار. بسم الله نقليو، تميلوا شوية الكوبات تاعكم، ما ديروش كبير بزاف. هاي شوفوا راني نميل شوية ونقطع، نميل شوية ونقطع، ولا تقدروا ديروا بهذاك الطابع. نجو نسقموه، ندي هدايا الحرب هدايا الطرف هو اللي نبدا نشوف به الزيت تاعي ولا راه سخونه. بسم الله نشوفو الزيت تاعنا، نرفدو غير بالعقل باش ما نكرفسوش. شوفو هذا مازال ما سقمتوش، بسم الله ما شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي. قولوا قولوا بسم الله، يا اخي المقروط يتفشش قلت لكم، كي ديروه قولوا لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ولوحوا في المقله نتاعكم.
هاوليك نجي نسقم بالحبه، ما ديروش مبوينتيه ماشي شباب، ونحطها كون تشوفوا يا اخي نحطها هنا. نجي الحبه الاخرى، لازم المقرو تاعنا يكون بومبي. نجي ندير هكذا. دونك كاين لي هكذايا نورمالمون هكذايا، ونروح نقليه. انا الا حبيتو ننقش معكم حبيبات، الله يجعلها في ميزان حسنتك النبيله امين يا رب العالمين. اختي العزيزه هذا واش نحب، هاد الدعوه هدية من قلبكم الله يرضى عليكم، ما تبخلونيش غير بدعوه. ها راهو يتقلى الزيت، يتبان مليحه تبان مليحه. شتو الوغ ننقشو ولا لا؟ لا كتبولي. شوفي تعبك ما يروحش خساره، ما شاء الله يهبل ان شاء الله حنونه. دائما هكذا نقول، وانا في الطبيعه كي ندير المقروط ما من كوموند لازم نخرج منه حبيبات، لازم باش نخدم للمره الجايه تاني باش ما يديرهاش بيا. عباكم صدقه مليحه وتباعد الاذى خياتي، يعني ما يصرالك مشكل مام ما نقولوش ما يصاولناش كاع معرضين للمشاكل، بصح امور تخرجي على خير. الوغ ننقش ولا لا؟ لا يا رب ما تحشمش ان شاء الله حنونه، يا با دو غيزون ان شاء الله يا ربي. او الا دارها بيناتنا رانا خيات في بعضنا، واش فيها؟ او الا تحل ولا غنوريه لكم. من نورمالمون ما يتحلش. باش ننقشو هو تقلو كيما راه، راه شباب هايل مفشش ما عنده ما صرالو. نجي ترفدوا النقاش، شوفوا انا النقاش ديالي درتو تاع زمان، النقاش العادي. نروح للوسط و ها نروح للوسط وللفوق هكذا، ونجي هنايا راكو تبعوا معايا ان شاء الله يا خي، راكو تشوفوا هدايا. اللي يحب ينقش المقروط نتاعو يجي شباب تاني، ما تنقشوش باك خشين بزاف يجي شامت، رققوه. وين ما حكمتش هنايا راني نعاود، خصنا غادي نسقمها. واش رايكم فيها؟ ونجي نحطها هنايا. نخليها تزيد حمار شويه هذيك، نزيد وحده واحده اخرى. واش رايكم فيه؟ يصلح نطيبو في الفوغ تاع الفوغ، نورمالمون نديرو له ليدان اكثر من هكذا حبيبتي تاع الفوغ. هو هدايا تاع المقله، باسكو تاع الفوغ غوسات وحده اخرى حنونه. انا غايسه بصح نتوما يا خي راكو تشوفوا، تحبوا هنايا تزيدوا تعاودوا هذاك اللي ما قسناهاش، تحبوا تخلوها غير في الوسط. شوفوا شتو، روحوا بالعقل نستفوهم هادي كيما هي قدام هادي، ومن خشنوهش هذا هنا كيما هنا راكو تشوفوا، ما عنديش نقدر نزيد لها هكذا. وشنو كي تنقشوه لازم تنوضوا 4 تاع الصباح باسكو راه يشد اليد شويه، النقيش هدايا راح يشد لنا اليد. نقص النار، نحي هذيك الحبه تاع المقروط. العسل وحده ما فكرتني في العسل، نسيتو فوق النار ميسابا، ما راهش سخن بزاف. نقص النار تاعي، نزيد حبيبه، والاخرين نخليهم هكذاك. واش رايكم؟ الاخرين نقليهم هكذاك، هادي غير باش نوري لكم. انا نحبو سامبل كيما زمان. وي ماما يا با ميو صح. هيا هادو بابا ثلاثه حبات غير باش نوري لكم وخلاص. ماما دعي انا نشتك راكي هنايا، دعي ماما.
هو النقاش هذا النقيش على بالكم كسوا في المقروط ولا في حاجه واحده اخرى يشد بزاف اليد. ايا بزاف عليا غير هاد الحبيبات والاخرين نحطهم كيما راهم. انتي سكنتها ولا لا؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نوريش بسم الله نجول نحربوش الاخر. نعطيكم ان كونساي، نحربوش هذا يتعاودوا تخدموه، نجو ماشي نزيدوا له الماء ونعجنوه، لا غير هكذا من فوق الماء، غير هكذايا من فوق نديروا له الماء ونروحوا نديروه. ما تخافوش تقولوا درنا الماء بزاف يجي معجن، لا الداخل ما زدناش، رانا غير من الفوق. الله يبارك ام سليمان، يبارك فيك ويعطيك عمرك. احمد كنزي يعطيك الصحه، مازلت هاي المتعه المقروط بصح ما عنديش فيه الزهر، دائما يخدعني. لينا لا 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 اليوم عندنا زهر لينا بربي ان شاء الله حنونا. هيا نتكلوا على ربي ونشوفوا. راهي تقلى، راه بعاقلو، راهي تقلى، خلوه نديرو الحربوش هذاك باسكو هو كي يكون يتقلى نتوما راكم توجدوا في الحربوش دوزيام. نجي نوجد هدية عندي منها زوج انايا، ما حبيتش نقطع اللايف باش تشوفوا كلش بزاقية خياتية، دونك راني معاكم قادرة نقطعو ونولي نقول لكم نولي من بعد. هاو مقلي كيما عملتو معاكم تشفاو لو بخومي لايف تاعي كان مقروط، كان مقروط المقلى هذاك اللايف الاول نشفى درنا فيه 3 سوايع خياتي. لو بخومي لايف تاعي في الفيسبوك قعدت فيه 3 سوايع ما فقتش لروحي، وكان لايف تاع مقروط. شكون تشفى؟ شكون فيكم اللي كانت معايا؟ يعطيك الصحة، يشد اليد النقاش. وي خديجة وي النقاش إلا كانت عندكم كونتيتي تنقشوها مادا بيكم نوضو باكري. علاش تجيك كليون تقول لك هيا عطيني مقروط منقوش، كي تقولي لها السومة تقول لك علاه لهاديك تبيعو هكذا. إيه المقروط المنقوش خياتي راهو غالي باسكو يشد اليد، الحاجة تاع النقيش كاع ما من النقاشة ما من النقاش غالي. يعني حلوة النقاش من بالتمر بصح غالية خياتي. على جال الوقت تاعها درت اللوز، اي درت اللوز دي فوا كي نهضر ننسى. فوالا نجي نوقفو هكذايا، دوكا انا درتو هكذا، تحبو تصغرو صغرو هكذا راهو لا تاي موين نورمال، تحبوه صغير على هكذايا صغروه ونجو نقطعو. اللي درتو بالتمر، التمر تاعها تاع جنوب شويه زبده، ديرلو الماء زهر ولا حبت ولا بالماء تدخلو الماء، لازم يكون طري كيما تاع البارح، كيما هضرنا على المبرجه لو البارح، وديرلو شويه تاع القرنفل وشويه تاع القرنفل لا راس الموسى وشويه تاع القرفه، يجي هايل بالتمر. كاني نوجد في المقله الدوزيام، شتو شاني ندير له؟ راني نحطو في هاد الشباك. خياتي شكون فيكم تعرف EBS Algérie؟ EBS Algérie الصفحة واسمها EBS Algérie، شكون فيكم تعرفها؟
واحد الصفحه يا خياتي هايله، ها هما الناس على الانستغرام وعلى الفيسبوك، يعني الا عندكم وليداتكم، لا حنايا الناس الغربه فامبورت وين تكوني عايشه، الا تحبي تبعتي دراهم للجزائر ولا لما ليك تقدري خياتي تدخلي للصفحه تاع اوبياس الجيريا، الناس مضمونين، الناس عسل، دي جون اللي حاكمينها والله العظيم، كون جاو الناس كاع يخدموا كيما هما لو كان رانا بعيد 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 بعيد، عندهم واحد النيه والامانه نتاعك توصل تم للمالك، انتي تمدي لهم بيان سور بلورو بسم الله راهو تقلام، وهما يمدوا لك بالدينار، يعني هما يمدوا العائله تاعك بالدينار. والحاجه المليحه عندهم هاد الصفحه او بي اس او بي اس الجيريا، الجيريا نورمالمون، الحاجه المليحه ما عندهمش المينيموم، يتسمى الا حبه تبعتي لمالك ولا تحبه تبالكي لخوك ولا مش عارفه بنت عمك ولا تبعتي 20 يورو يقبلوا 20 يورو، ما عندهمش المينيموم، ماشي قال لازم تبعتي معاهم غير لي سون كبار، لا تحبي تبعتي 10 يورو 20 يورو واش حبيتي، راهم هنايا يعطيولك الكونت ديالهم وانتوما تبعتو لهم بلورو وتلحق الامانه لماليكم. ومام الجزائر لفرنسا، الا عندكم وليداتكم في فرنسا ولا في الخارج يقراو حبيتو تبعتو لهم دراهم ديروا مع اوبياس الجيريا خياتي، يبعتو الدراهم نوريه لكم ولا لا لحق اللحظة الحازمة نوروه ولا لا يا درا ونقول لكم الناس تاني اللي راهم في الجزائر، يعني اللي يحبوا يشريوا في الي على لو سيت الي اكسبريس ولا امازون ولا خياتي نيمبورت كلاشا الكترونيك تقدروا تعملوها مع الصفحه هذه، يعني تتصلوا بهم تبعتوا لهم واش راكم حابين تشريو وهما يستكلفوا بهذاك لاشا ديالكم، دونك مع اوبياس ما فيش مستحيل خلاص، يعني نتوما واش تمنيتوا طلبوا منهم وهما يلحقوا لهم يلحقوا حتى لعندكم. النقاش تاعي راهو طاب، طلعوا لي لي كور لي كور لي كور لي كور ونجو نشوفوه. ها يا خياتي ما نوريه لكمش، راكو تشوفوا راكو تشوفوا، نحط المقله الدوزيام غير خليها هكذاك، هذا تاع مقبيل هذوما، ومن بعد نبارطاجي لكم لاباج تاعهم خياتي، يعني كي نقول لكم حجه وفرجه تنحي الغمه. انا شحال ما خطره نكون، انا شحال ما خطره تعاملت معاهم، ما تعاملت معاهم بليزيور فوا، سي دي جون سيريو، ما نهضر لكمش على الناس خياتي هكذاك باك، وهذه ماشي باي بوب، يعني انايا كي شفتهم عجبوني كيما حكيت لكم على لينا اوريونتال، كيما نحكي لكم على الناس يعني اللي يخدموا من قلبهم، نحب نبارطاجي معكم حاجه مليحه، دونك الصفحه او بي اس او بي اس الجيريا من بعد نبارطاجيها معكم. نشوفوا المقروط ديالنا، شوفوا داك المقروط، الله الله، شوفوا خياتي العزاز، شوفوا 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 واش رايكم فيه، ترفديها شفتك شنو مرمل، ترفديها ما كاش كش نرفدها، تتفتت في يدي محال نمسها دركا، شوفوا لي داك المقروط العزيز، خصنا نجو نحطو في العسل، نجو هكذايا نحطوه في العسل. ميرسي بوكو بور لي زيتوال، والله هذا وين شفتهم، يعطيكم الصحة على كل وحدة بعثت لي لي زيتوال، شوفوا لي داك المقروط، شوفوا شوفوا داك الزين، الله الله خياتي، ألوغ تسيوه ولا لا، حبة ريشة، والله تقول ما راني رافدة والو، صح سخون 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 سخون، ولا لا، وهكذاك سخون تروحوا تحطوه في العسيله نتاعكم اللي تكون تياد، شوفوا واش رايكم في هذا المقروط، مرمل ولا لا ها وين راهم لي كور يا الناس، يا الناس الخير وراكم، ها شهيدكم في الجنه ان شاء الله يا ربي، يا ويلي يا ويلي ما طاحتش، هكذا كي ترفدوه من المقله هكذا يا خفيف خلاص، معناتها درتوا اروع مقروط وتقدروا تزخوا به، زوخو زوخو خياتي شوفوا شوفوا داك الترمال، شوفوا لي داك الترمال، شوفوا شوفوا يديك شراهم، شتو بالسميد هذا بلا ما درتلو سميد من الفوق، راه مرمل وحده، بسم الله نحطها نقلبو ديما، شوفوا كي ديما كي ديروه تقلبوه على قفاه هكذا، نقلبو على قفاه ونخليه في العسل ديالو، وبهذيك الطريقه اللي مديتها لكم، وحاجه واحده اخرى ندير الطرف تاع مقبل، وحاجه واحده اخرى راح نزيد نقولها لكم دوكا، راح يجيكم مقروط ولا اروع وتعسل
نغسلوه غير خطره واحده سي بون. داك المقروط اللي درنا الماء نعسل ولي عسل ولي ما كان لها علينا. يدوري انتيا قاعدي هكذا فوالا. نجو نشوفوا المقله الدوزيام ودركا نجي نقرا خياتي ويجو نتفشش عليكم شويه. يعطيك الصحه الله يسلمك ويعافيك. دونك الا عجبتكم يا خي ها من طقطق السلام عليكم اللي كان سميت حتى ولا يعوم في العسيله ديالو. ما تبخلونيش غير بلي بارطاج خياتي ولي كور تاعكم هدا. واش نقول لكم بارطاجيوني مع ناسكم وحبابكم. ايه والله كل يقولوا لك عاودي وانت تعاودي الله يبارك. ايه كنت معاك والله كل مره يقولوا لك عاودي. نينا غوان شتي عاود عاود حتى دخت. الله اكبر بنت عمتي العزيزه كي هنايا شهيتك طاطا ناديه شهيتك حبيبتي. هاوليك شوفوا الاخر كيفاش راه نشوفوه. شوفوا بسم الله ارواحو. شوفوا 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 الله 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 مازال شويه نعطوا له حقه ماشي نروحوا غير ندخلوا نخرجوا. خلوه يتقلى باش يطيب لي مليح من الداخل ما يقعدش معجن. بسم الله ما شاء الله. ميرسي غويا حنونه كريمه دراجي ميرسي بوكو بور لي زيتوال حبيبتي الله يعيشك. وهادو ما لي بعتو من بعد نولي لكم خياتي نشوفكم شكون لايف يتقطع ليلي الى اللايف او يتقطع مع عليكم غير تتفاعلوا معايا. هذا واش نقدر نقول لكم الا كاين لايف يتقطع تفاعلوا معايا بلي كومونتير بلي جيم بلي يعني تعبزوا على لي جيم وتبارطاجيو اللايف وتكتبوا لي كومونتير. هذا واش نقول لكم باسكو مقبل جي روماركي ومن بعد قلت لي لا لا ما شاء الله الله يسلمك رانا هنا. اهلين غزال اهلين وما تنساوش تزوروني على الانستغرام ساميه لالجيرواز اوسي وتتبعوا لي ستوري تاع الانستغرام. لي ستوري ان شاء الله قد ما نقدر نفيدكم بهم ان شاء الله. تسلم ايدك الله يسلمك. ام سليمان ميرسي حنونه ميغالونا اوسي بارك الله فيك. اولادي قرة عيني ام صعب اي تعيط لاولادي قرة عيني جاي هبل سعد ميرسي سعد مشرور الله الله ربي يحفظك اروى يسلمك. دا دوك يصح لي نقراكم هذاك المقروض خلاص ما نكملوش. دوك يصح لي نجي نقراكم نشوف هدايا عطوا له اون بيل كولور دوري ماشي يعني حتى نحرقوه. وما نحبش المقروض يكون بيض دي فوا يحطوه بيض انا ما يعجبنيش خياتي نحسو خضر. حسيت بالسخانه ما تنساوش نتوما مازال عندي ان سكري راكو بدا اكو بديتو مازال عندي ان سكري قعدوا مازال ان سكري في التعسل ديالو. الله يبارك سار صوره ساره شكرا حنونه ويعطيكم الصحه. ميرسي بوكو بور توت سيل كي مون اونفاي دي زيتوال وكامل اللي كانوا حاضرين معايا وداروا لي بارطاج جاي هبل الله يسلمك. فوالا شوفوا هذه المقله الدوزيام هي نورمالمون راني نخدم في الحرب واش الاخر باش نزيد نوجد مي انايا كنت نهضر معاكم معليش نقطرها نخليها هنايا كلكو سكوند. شوفوا هذايا اللي ما نقشناهش بصح راهو سخون راه الله الله. شوفوا لي اللوز تاعي كيفاش راه شباب المقروط كيفاش راه مرمل ترفدوها ريشه هالا هالا صافي هكا هكذا. دركا واش نجيو نديرو نرفد هذه نسحقها نجي نحي هذا من العسل ما نقطروش المقروط عمركم ولا تقطروه غلطه كبيره نو نحيه العسل ديالو
ودوك تشوفوا واش ندير له. نجي نحط هذا سي شو. نقلبوا على قفاه. هذه استوس بوكو بلوس للحلوه الجيات خياتيه، يعرفوها اوكي اللي ما يعرفوهاش، نتعلموا على بعضنا. شوفوا كده نرجعها من هيك كيما راه هنايا. الا عندي يعني كونتيتي كبيره تاع المقروط لازم لي شويه العسل زياده، نجي نفد بنعسل تاعي نرميه فوق هدايا ونخليه هكذايا يعني ساعتين ثلاثه حتى يبات في العسيله تاعو. ما عندك ما تخافي راح يجيك هايل هكذا، تتفادي تعسليه اون دوزيام فوا. السنيوه هذه شغل تنصفيها بالعسل وتخليها هكذايا، باسكو على بالكم كي نعسلو اون دوزيام فوا نقعدو نلعبو. راح نجيبكم تشوفوه، خصني الزيت. ها دوك نجي دوك نجي انا اش زيت باك دقيقه. راحوا شوفوا لي المقروط عن قرب، شوفوا ها شوفوا داك الزين. يعني قلت لكم خليوه في سنيوه، هذا الطرف اللي درناه خلوه في سنيوه ديالو، نسيو نصفو سنيوه خلوه كيما هكذا، تعمروا كاع سنيوه تاعكم وهو راهو فيها. جيبوا سنيوه واحده اخرى ولا كانت كونتيتي كبيره ويقعد كيما راه ما عنده ما يسرالو، يعني هكذايا باش نيفيتيو على عمرنا نزيدو نعسلوه مره واحده اخرى. راح يقعد يجي معسل حتى القلبو خياتي، حتى القلبو. الله يبارك يبارك فيك حنونه. الوصفه مكتوبه ان شاء الله. النار كيفاش تكون؟ تكون متوسطه نورمال، ماشي ناقصه، باسكو الا كانت قروط راح يتحل في المقله. دي فوا تحيري النار ناقصه من اسباب انه المقروط يتحل معك في المقله. النار قويه راح يطيب وراح يقعد خضر الداخل. لا لا نهاك نهاك يا اخي، وان سي جامي تحل معاكم المقروط ديالكم. بالك نتوما ارموا بالحبه، الا لحتوا حبه وتحلت عندكم هاد البول تاع ما وما زهر ولا غير ما كيما حبيتو. تجي كي شتو كيما قطعتو انايا، ترمي لداخل الحبه تاعك وتبداي شغل تدخلي فيها داك الماء. شوف شغل ترميها هكذا، ترميها ولازم تعبزي عليها هكذا شويه، شغل ندخلو فيها داك الماء مليح ونحطها هنايا ونمشي ماشيه ونعمل ونايا باش قبل ما نقليها بلوتو. هنايا قبل ما نقليها هاد الطرف انايا ما نقليهمش دركا باسكو مازالت عندي لاباط. واش ندير؟ نجي نحي لهم اللوز ونزيد نحي شويه. الا شفتو قاعد لاصق نحيه شويه معليش، ونجي نحطو في الحربوش اللي راني رايحه نديرو الاخر باش هكذايا ما نخسرش. ما نديرش بزاف طرف، نخلي الطرف غير فريمون الحبات الاخرين الحرابش الاخرين. وردوا بالكم دي فوا كاين يقولوا لي يجي المقروط منقط، باسكو تخليو شويه نتاع اللوز كي تنحي ترفدي اللوز تاعك تخلي شويه. لا لا نفيريفي مليح بلي ما كانش اللوز. الله يبارك ما شاء الله، ديجا راني مجربات وخرج روعه. حسنا ما تك الصحه حسنا على شهادتك حبيبتي، تاكليه بالصحه ولهنا ان شاء الله تعيشي حنونه. هادي هي خياتي. دونك انايا نخليكم نروح نكمل المقروط تاعي بعقلي نقليه، ولا حب ربي نولي لكم من بعد. يا اخي تهلاو لي بزاف في روحكم، ما تنساوش تزوروا صفحه او بي اس الجيريا للناس اللي هنا في الغربه. كنتوا في الانجليز، كنتوا منش عارفه وين تكونوا ماشي غير فرنسا، تحبوا تبعتوا دراهم لماليكم تبعتوا مع الصفحه هذه مضمونه خياتي. يعني الناس بزاف يخافوا ربي مش راح يكلخوكم. ولا كنتوا في الجزائر وتحبوا تبعتوا الى عندكم وليداتكم في الخارج يقراو وتحبوا تبعتوا للعائله تاعكم، تقدروا ثاني تبعتوا دراهم من الجزائر للخارج. وناس الجزائر كيفاش تتعاملوا؟
يعني الا كنتو حابين تشرو حاجه من لي سيت كيما لي سيت امازون كيما الي اكسبريس وما عندكش لا كارت، ما عليك غير تتصلي ب UBS الجزائرية تبعتي لهم لو ليان تاع الحاجه اللي كيحبه تشريها وهما يشروها وانت بيان سور تخلصيهم ماشي كادو، ومن بعد تلحق لك الامانه نتاعك. يعني يسهلوا علينا وحتى في الدراهم ماشي مدين بزاف، يعني مدين حقهم، حاجه خفيفه خياتي، يعني ما كاش ديفيرونس كبيره. هذه هي نكمل المقروط تاعي ونقول لكم من بعد نحبكم في الله.